بعد توالي الخسائر، الحوثيون يجندون أطفال اليمن للزج بهم في المعارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. الحكومة اليمنية كشفت عن أرقام مفزعة لانتهاكات الحوثيين بحق الأطفال، ومنها تجنيد أكثر من 23 ألف طفل، منهم 2500 طفل بداية من عام 2018، دفع أكثر من 2 مليون طفل لسوق العمل بسبب الحرب، حرمان أكثر من 4,500,000 طفل من التعليم، منهم 1,600,000 طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، قصف وتدمير 2,372 مدرسة بشكل جزئي وكلي، استخدام أكثر من 1,500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية، ولا يزال الزج بالأطفال في ساحات القتال أداة الحوثيين لتعويض خسائره.